Ja, von meiner Seite auch noch mal, ومن Fragen waren ja جانبي sehr أنا أيضا ähnlich الأسئلة Kritik كانت auf متشابهة die التي Frage des وجهت لنا Todes. نحن Da الاثنين. war da kein فبالنسبة Streit, للصحراء vielleicht الغربية لا يعني إلا أن 50 أؤكد 50% على اتفاقنا على أن هذه العملية تقاد في إطار الأمم المتحدة وبقيادة المبعوث الخاص، وإذا كان هناك حل بالفعل لما كنا بحاجة لهذه العملية. ولذلك فمن الأهم من المهم والجيد أن نؤكد نحن الاثنين اليوم مرة أخرى على أننا سنطرق هذا الطريق سويا. وعلى بالطبع هناك اختلافات قليلة ربما في التركيزات أو التأكيدات، ولكن الإشارة الهامة التي نطلقها من هنا والأمر بنفس الأهمية بالمغرب، والموقف مختلف بالنسبة لي تماما سواء كانت بالمغرب أو الجزائر، ولكن أن نخلق هذه الثقة أن يكون هناك مكان يمكن حل كل النزاعات فيه هو الأمم المتحدة، لكي لا يتم حل النزاعات بشكل عنيف كما نشهده اليوم بشكل عنيف جدا لدينا في أوروبا وكما نشعر به اليوم في أوروبا. لذلك فإن هذه العملية من وجهة نظري وهذا الوضوح في الموقف للاتحاد الأوروبي وأيضا للبلدين المغرب والجزائر، الأمر يفوق حدود المنطقة لأنه التزام واضح بالأمم المتحدة وبالحل أو التسوية السلمية للنزاعات لوجود هذه الإمكانية. وأنا كوزيرة خارجية ألمانية ونحن كاتحاد أوروبي سنعمل على هذه النقطة بالتحديد، لأننا هذا هو ما نروج له لدى الشركاء في جميع أنحاء العالم الآن لكي يدعمنا الشركاء أن نعيد تكريس النظام السلمي الأوروبي من جديد، ولن يمكننا النجاح في ذلك إلا بالشركاء الدوليين بشكل مشترك الذين يدعمون الأمم المتحدة والقانون الدولي والقوانين القواعد الدولية. بالنسبة لسؤال الزميلة من المغرب حول حل الدولتين بين إسرائيل و المناطق أو الأراضي الفلسطينية، نحن أيضا هناك توافق تام في موقفينا بذلك، ونوضح أنه بالنظر إلى هذا النزاع أن حل الدولتين من وجهة نظرنا هو الطريق الذي يتعين اتباعه أو محاولة الوصول إليه مع وجود كل مواقع البناء، وهو بالطبع تعبير يعني يقلل من شأن ولا يوضح جسامة المواضيع، ولكن أن يكون ليس يكون هناك فاعل واحد إقليمي فقط، الأوروبيين وحدهم أو الدول الغربية وحدها لا يمكنها حل أي نزاع عالمي، ولكن الأمر الأكثر فعالية هو أن نتفق ونجتمع من مناطق مختلفة. ولذلك هذا يزيد من أهمية أن صاحب الجلالة الملك ينشط في هذه النقطة، ونحن من جانب الحكومة الألمانية لدينا أيضا صيغة نجمع بها الشركاء، وبالطبع هناك بشكل مشترك مع الفلسطينيين أو الإسرائيليين نتحدث حول هذه النقاط حول هذه المبادرات مع دول الجوار الأخرى أيضا، وأن نزيد من كثافتها. بالنسبة لسؤال الزميلة السيدة كومباركي حول مالي، لقد أفاد بالفعل زميلي نقاط لا يسعني إلا أن أؤكد عليها. نحن متواجدون في مالي كمجتمع دولي، لما كنا في مالي إذا كان الوضع بالسهل أو بالبسيط، ولكن هذه البعثة الدولية الهائلة هي دليل على صعوبة وتعقيد الموقف، وللأسف فإن الأسابيع الماضية لم تسهل أو تبسط الأمور. هذا الواقع علينا التعامل معه، وهذه هي مهمة السياسة أن نتعامل مع اختلاف الواقع وتغير الواقع بشكل مسؤول، بشكل مسؤول أي مع موازنة ما يمكننا نحن تقديمه انطلاقا من مسؤولياتنا كمجتمع دولي نحو حماية المجتمع المدني أو المدنيين. وهذا أقوم به أنا كوزيرة خارجية بالاشتراك مع وزيرة الدفاع وبالاتفاق مع الحكومة بأكملها، أيضا مسؤوليتنا نحو حماية الجنود وجنديات الألمان أيضا كما هي مسؤولية الحكومات الأخرى لحماية جنودها. بذلك فاتفقنا أو التقينا مع الرؤساء الكتائب الجنود 16 في ألمانيا، وتشاورنا حول الظروف الإطارية الضرورية لحماية الجنود، لأن الوجود الروسي ازداد أيضا في الفترة السابقة،
أيضا الإطار القانوني، لأننا تحاورنا أيضا مع الجنود الألمان. هل الولاية التي أطلقها في البرلمان الألماني التي أطلقها في مايو فهي تسري لمدة عام؟ إذا تغير الوضع في عين المكان فيمكن لأي برلمان في أي وقت أن يتعامل مع هذا الوضع ويستجيب لهذا الوضع، وهذا هو ما نحلله في الوقت الحالي مع شركائنا الدوليين. وهذا أيضا يزيد من أهمية زيارتي اليوم، لأن المغرب تلعب دورا هاما في هذه العملية، ومن الجيد بالطبع أن نواصل لقاء العمل بيننا الآن، لأن هناك مزيد من المسائل التي نريد التطرق إليها. وما تنسوش تابونا معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.